ريفريكشن وايه وريفراكشن. يعني ايه يا مستر؟ الدرس ده ينقسم لحاجتين، ريفليكشن الانكسار، ريفليكشن الانعكاس، وريفراكشن الانكسار. بصوا معايا، لو انا عندي كده سيرفس وفي هنا لايت انسيدنت، ده ريفليكت، ريفليكت يعني ينعكس، ديفليكشن. اما لو انا عندي مثلا اناء فيه ووتر وحطيت فيه اي حاجه، قلم، معلقه، بنلاقيها معوجه شويه كده، ده اسمه ايه بقى؟ ريفراكشن. يبقى الدرس كأنه درسين، ريفليكشن انكسار وريفراكشن الايه؟ اسف، ريفليكشن الانعكاس وريفراكشن الانكسار. لغايه كده كويس؟ طيب احنا النهارده بناخد حاجه واحده، هناخد الدرس بتاع ايه؟ ريفليكشن. وبقيه الحصه بعمل لكم مراجعه من كتاب المعاصر على اسئله من الحاجات اللي اخدناها عشان امتحان الاسبوع الجاي بتاع الشهر او كده، والمره الجايه نفس الحكايه. تعالوا نشوف بقى ايه حكايه الريفليكشن. انتوا معايا كده سامعيني كويس ولا في مشكله؟ سامعينك يا مستر. طيب ريفليكشن اوف لايت، ريفليكشن بقول لك، واللايت فول اون ا ريفليكتنج سيرفيس. هي الميه دي الووتر، قولوا لي بس الووتر، لو عندي ووتر هل الووتر يعتبر سيرفيس؟ يعتبر سطح؟ ها جاسر؟ يعتبر مستر تمام. الووتر اي زي البحر او النهر، يعتبر ريفليكت، ريفليكت. بقول لي هنا يبقى will light fall on reflecting surface، light reflect، الضوء بينعكسر، اسف بينعكس، خلاص اي انعكاس. طيب بقول لك الريفليكشن اوف لايت، اكسبلين واي وي سي انفيرتد ايمج. انت لو بصيت للنهر وفي شجره، لو بصيت في النهر تلاقي الشجره موجوده انفيرتد، معكوسه، شايفينها عامله ازاي يا جماعه؟ ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ريفليكت. ريفليكشن اوف لايت اكسبلين واي وي سي، بيشرح inverted image of a tree in pool of rain on the road. او لو انت ماشي في الطريق والدنيا مطرت وفي شجره، تلاقي في الميه شكل الشجره، يبقى ده دليل على الايه يا جماعه؟ reflection. It is also explain the formation of shadow. مش دي شجره اهي؟ tree ده ايه ده اللي تحت ده ايه؟ ها ده ايه؟ shadow. shadow يعني ايه؟ الظل. اهو الظل ده عباره عن ايه بقى؟ ها نوع من انواع الايه؟ ريفليكشن. الضوء بيسقط، ها، وبعدين يعمل ريفليكت بيدينا شادو. اكسبلين فورميشن اوف شادو اوف تري اند بيلدينج اذر اوبجكت، او جسم اخر. قال لك بص يا سيدي، الدرس بسيط وسهل. التايب اوف ريفليكشن في نوعين، ريجولار، وايه كمان يا عمر دوت يا عمر؟ وايه؟ انا بنادي على اسماء عشان تكونوا معايا. في عندي كام نوع يا عمر؟ ها ريجولار وايه اثنين ان ريجولر والريجولار. الريجولار زي ايه؟ بلان ميرور، المرايه اللي في البيت عندنا اللي بنبص فيها، بلان ميرور، مرايه مسطحه، دي ايه؟ ريجولار. هنعرف ايه؟ الومنيوم فويل، عارفين ولا الالومنيوم اللي بنلف فيه اللحمه والاكل دون، ها تعتبر ريجولار ريفليكشن. ستانلس ستيل، اي اناء ستانلس ستيل يعتبر ريجولار. ستانلس ستيل معلش اسف، هي متكرره ايه مرتين، يعني ستانلس ستيل تعتبر هنا ايه؟ ريجولار. هنا التري ليف، ورقه الشجر، الريجولار. بيس اوف ليزر، ليزر يعني ايه يا سندس؟ كلمه ليزر، ابيس اوف ليزر. انت معاكي شنطة عندك في البيت ولا ما عندكيش شنطة؟ لا عندي مصنوعة من ايه الشنطة يا؟ من قماش؟ من قماش قماش؟ لا، مصنوعة من الليزر، الجلد. يا جماعة أنا بس عشان مش تنسيها، كلمة ليزر الجلد، يعتبر الريجولار. وودن جاكيت،
وولن، اسف، وولن جاكيت، الجاكيت الصوف يعتبر الريجولر. هنعرف دلوقتي يعني ايه ريجولر، ريجولر اكتر ديفينيشن. بص بقى التعريف يعني ايه ريجولر ويعني ايه الريجولر. قال لك الريجولر انسيدنت راي لايت ريفليكت ان فورمالي ان وان دايركشن. ادي كده سطح اهو، الشعاع ده كده نازل اهو، ادي كده كده بيعمل ايه، شايفين ان وان دايركشن، ده ريفليكت. ريفليكت هنا ذا لايت ريفليكت نان ايه يونيفورمالي ان ديفرنت، لا ده هنا ينزل كده 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 ويتعكس كده وينعكس كده اتجاهات مختلفه، يبقى ده ريجولار ان وان دايركشن، ريفليكت ان وان دايركشن يونيفورمالي، وده نان يونيفورم ان بس وان دايركشن ديفرنت دايركشن. عايزين امثله على الكلام ده يا مستر. قال لك بص يا سيدي، بلان ميرور، المرايه اللي في البيت عندنا اهي المرايه، يبقى ريجولار اسين شيت اوف الومنيوم فويل، الفويل بتاع الالومنيوم يعتبر ريجولار، ستانلس شيت ريجولار، هي نفس الكلام بس جايبينه بالصور، ليف اوف تري الريجولار، بيس اوف بيبر الريجولار، بيس اوف ليزر الريجولار، بيس اوف وود، دي امثله على الريجولار والايه والريجولار، درس بسيط وسهل وجميل. طيب عايزين صوره توضح الكلام ده يا مستر، طب ايه رايك لو قلنا كده، شايفين الرسمه دي كده، ريفليكشن اوف لايت كلاسيفاي انتو تو تايب، ويتش ار، يبقى ده ايه بقى، شوفوا دي ريجولار ودي ايه الريجولار، بصوا ريجولار ايه، ادي ده ايه انسيدنت، جنه سامعاني يا جنه، يا جنه سامعاني، أو كلمه انا بقول انسيدنت، يعني ايه انسيدنت، انسيدنت ري، انا عندي حاجتين، في انسيدنت ري ها وريفلكتد ري، انسيدنت يعني الشعاع الساقط اللي بيسقط ده اسمه انسيدنت اهو، شوفوا الريفلكتد ماله ان وان دايركشن، شايفين اتجاه منتظمه ازاي، اما تعالي هنا بقى دي الريجولار ايه مالها، الشعاع اللي نازل اهي ده ريجولار، اما هنا ايه واحد كده واحد شمال واحد شمال، ده ايه بقى الريجولار، الرجل دوت رف رف سيرفيس، سطح خشن اهو، شايفين الخشانه، اما ده ايه جلاسنينج او بيسموه سموز، سموز سموز سيرفيس، سطح ايه ناعم، ادي الشكل بتاع الطيب. في سؤال كده بسيط على فكره، الدرس كده شبه باقي حاجات بسيطة فيه، يلا يا جاسم حاضر مستر. which is type ها Special type of reflection will light fall on each of a woolen jacket or a لما نزل stainless على sheet. الولن جاكيت، معاك جاكيت صوف، يبقى ده regular ولا irregular، Regular reflection. يبقى ايه بقى irregular، تمام. سندس ستانلس ستيل شيت، ستانلس ستيل، لسه قايلينها، مال هي عايزه ايه تفكير يا بطه، ريجولار، ريجولار دي ريجولار على طول ريجولار، ما احنا قلنا بصوا يا جماعه الكلام بسيط اهو، قلنا الشيت اوف الومنيوم الفويل بلان ميرور ستانلس ستيل دول كلهم ايه ريجولار، ليف اوف تري، a piece of paper، piece of leather، piece of wood، دي مالها irregular، فهمناها؟ يلا يا عمر، تمام. عمر بيقول لي هنا true false يا عمر، أول سؤال يا عمر. حضرتك يا مستر، light refraction is the rebounding of light rays استنى بس contain بالراحة medium. علي، استنى علي، يعني إيه كلمة rebounding of light؟ اللي هو بتشوف اللايت لا ريباوندنج يعني ايه، كلمة ري باوند، ها يعني ايه اللي هو ريباوند، انعكاس، ها انا اللي هو اللي هو يعكس، انعكاس الرؤية. يعكس، لا يعكس، ريباوندنج اوف لايت بيعكس، عاملة زي كلمة ريفليكت، بقول لك لايت ريفراخ، اقرا الجملة صح،
هو بيقول لي light reflection light ولا reflection؟ refract is a representative rebounding of light rays in the medium. صح. بيقول لي light refraction is rebound of light ray. غلط. reflection غلط. reflection قول لي ليه؟ ده reflection هو بيضحك عليا. هو احنا النهارده درسنا ريفليكشن ولا ريفراكشن؟ reflection احنا قلنا النهارده، معلش افكرت يا بصوا، احنا قلنا الدرس عباره عن ريفليكشن وريفراكشن. احنا درسنا النهارده الايه؟ ريفليكشن. هل جبنا سيره الريفراكشن؟ لا. يبقى الاجابه دي لا زي ما انت قلت كده، برافو عليك، فولس. لو عايز اصحح هقول له لايت ريفليكشن. يلا يا جنة، رقم 2 يا جنة. يا جماعة اللي اسأله يجاوب على طول. ها، مستر لايت ريفليكشن بليز بلايز رول important role in the formation of inverted image of a tree on the roof. بصي اللايت ريفليكشن بيلعب دور في فورميشن انفيرت. لسه انا وريتكم، قلت لك لما يبقى في ووتر وفي شجره، في شجره كده ولا اي حاجه، وميه مطرت، اللي بنلاقي في الميه تحت الشجره معموله بس العكس. فبيقول لي اللايت ريفليكشن بلاي ان امبورتنت رول، بيلعب دور في تكوين انفيرتد ايمج اوف صح. تري اون ذا. ترو ولا فولس؟ ترو ترو. تمام. يلا يا سندس. ان يونيفورم خلي ريفليكشن بالنا، ذا لايت يونيفورم، انتوا عارفين يونيفورم يعني ايه؟ ريجولار. يونيفورم معناها ريجولار. ها، ان يونيفورم ريفليكشن ذا لايت راي اور ريفليكت دايركتلي ان وان دايركشن. حال ما انا قلنا يا اما وان دايركشن يا ديفرنت، اما يبقى يونيفورم. يونيفورم ريجولار. ترو ولا فولس بقى؟ ترو ترو، لانها وان دايركشن. برافو برافو. يلا يا جاسر. حاضر. reflection of light from rough surface is called regular refraction. ايه ده؟ غلط. reflection of light from rough surface بيعتبر regular؟ غلط. السموز. فولس. ده هي المفروض ايه؟ بدل regular السموز. سموز. برافو عليك. تمام. درس بسيط وسهل، مفيش اي حاجه، مفيش اي، ده اجمل ماده الساينس والله يا اخوان. يلا يا مين بقى؟ جنه. انت بتتاخري ليه يا جنه كده؟ يلا. ها، ذا ريفليكشن The reflection of light on a piece of paper. وايت بيبر. عندك ورقه بيضه، ورقه بيضه، الضوء الريفليكشن اللي بنعكس، بقول لي ريجولار ريفليكشن while reflect of plane mirror is irregular. بقول لك الورقة يبقى regular والبلان ميرور الريجولار. كان ده صح ولا غلط؟ فولز. فوق. ما هي فوق. قولي ليه؟ لأن احنا قلنا البلان ميرور هي اللي ريجولار والبيبر هو الريجولار، المفروض نعكسها والعكس. يعني. العكس. برافو. تمام. يلا يا عمر، ده بقى تشوز يا عمر. ها، choose in not reflection reflect rays are reflect in many direction irregular. play important formation. لا احنا في نمبر 1 يا عمر. number 1 light not plays an important reflection of event. لحظة يا عمر، انت ايه اللي ما فيش reflection هنا يا عمر؟ نمبر 1 لا يا لا عمر. لا light سيز play important role in formation of inverted image of the reflection object. سي ها؟ A و B ولا C ولا D؟ سي ها؟ سي C. يبقى light reflect. انت بتجاوب على الجملة اللي بعديها، قوم اللي بعدها يا جاسر يلا. هذا مستر. in in not reflection the reflection rays are reflected in many directions شوفوا ميني ميني irregular ميني. طب ايه بقى؟ irregular الريجولار. irregular برافو عليك. يلا يا سندس. regular reflection happen when light ray fall on
الريجولار ريفليكشن بيحدث لما اللايت فول اون ايه بقى؟ وودن جاكيت ولا ليف اوف تري ولا ستانلس ولا بيس اوف ليزر؟ احنا عايزين ايه؟ بصي ريجولار، مين في دول تعتبر ريجولار يا سندس؟ ده باين قوي. هل الودن جاكيت؟ لا الريجولار. هل الليف اوف تري؟ الريجولار. هل بيس اوف ليزر؟ الريجولار. يبقى الاجابه ايه يا سندس؟ ستانلس ستيل شيت، لوح من الايه؟ ستانلس ستيل. جنة Yes. يلا. Light is reflection reflect ايوه، when when it it fall falls on smooth. off. لما بيسقط على smooth bright surface بيكون regularly ولا irregular ولا and refract ولا and scattered؟ ها خلي بالنا قبل ما انسى، كلمة Area. scattered، scattered يعني مشتت، سكاتر دي يعني مشتت، وريفراكشن انكسار، دي ريجولار والريجل. لما اللايت بيسقط على السموز برايت سيرفيس يبقى ايه بقى؟ ها الريجولار يا حرام عليك، ده سموز، سموز، ها يبقى ريجولار، الريجولار ريجولار. خلي بالكم والله، يعني درس انا بص حاجه، لو انتوا لاحظتوا الحاجات دي كلها موجوده، حتى الشرح ده في المعاصر، بس انا بأحذف الحاجات اللي ملهاش لازمة، اللي حاجات ببسط العملية عشان تعالوا بقى نكمل بقية الدرس. أول إحنا بنتكلم لسه فين؟ إحنا في درس إيه؟ ريفليكشن الانعكاس. في عندي حاجة اسمها ذا لو أوف لايت ريفليكشن، قانون باختصار القانون اهو قدامنا. اقرأ إيه كده يا جاسر، هو عايز يقول إيه الراجل ده؟ ها انجل اوف ايه؟ بيقول ان if incident the incidence equal angle of reflection. بص معايا، ادي عندي هنا ايه؟ سيرف السطح، ودوت نورمال، نورمال العمود المقام هنا بيعمل زاويه، ده هيك معلش كده. لو ده اسمه انسيدنت، اسمه ايه؟ انسيدنت، تسمى شعاع ساقط، ودوت ريفليكت، يقول لي بيعمل الانجل دي ايكوال دي، اهي الانجل اوف انسيدنت اللي هي بين الري وبين النورمال، ودي بين الريفلكت وبين النورمال، الزاويه دي نمبر 1 ودي نمبر 2 ار ايكوال. هو ده اهي، ادي عندي هنا ده اسمه ايه؟ ده النورمال، ادي الاول السيرفيس اهو، ودي البوينت هنا. بصوا معايا، ده انسيدنت شايفينه اهو، السهم اهو سقط، وده ايه؟ ريفلكتد، وده النورمال العمود المقام. الانجل اوف انسيدنت ايكوال الانجل اوف ريفليكشن، اهو ده القانون. وبتيجي الاسئله بتاعته كده، يقول لك الانجل اوف انسيدنت نقط انجل اوف ريفليكشن، هي هنا كلمه ايه؟ ايكوال. وصلت المعلومه ولا لا؟ ها تعالوا كده اهو، ما هو درس كده بس. بعد كده ذا لو اوف ايه؟ ريفليكشن لايت، اهي القانون، انجل اوف انسيدنت equal angle of reflection. angle of incident زاوية السقوط بتساوي ال angle of reflection. تمام. the incident light ray, the reflected light ray and the normal. يعني ايه يا مستر؟ اهو فين هنا الرسمة دي؟ فين ال incident؟ ادي ال incident اللي هو ده. فين ال reflected اللي هو ده؟ فين النورمال؟ اهو. قال لي الثلاثة دول ال incident ray والريفلكتد ري والنورمال، مالهم دول كده هو تنام. اند ذا نورمال ايه؟ اد ذا بوينت اوف انسيدنت تو ريفلكت، بيلتقوا في نقطه واحده اهي. ان ابلان بريبنديكولار تو ريفلكتنج سيرفيس، كلهم بيلتقوا في نقطه واحده. ذا لايت ري، اللايت ري ماله بقى؟ بريبنديكولار. بقول لي بص يا سيدي، مش احنا عندنا كده سطح، وده كده ايه؟ انسيدنت ري، ودوت ريفلكت، وده النورمال العمود هنا. قال لي لو بص السهم كده، السهم ده نزل لتحت، قال لك لو اللايت نزل ايه؟ بريبنديكولار، عمود بيعمل زاويه قايمه، بينعكس زاويه قايمه برضه. حد فهم؟ لايت ري بريبنديكولار، بريبنديكولار تو ذا ميرور،
نازل عمودي بيعمل زاوية 90 درجة. الانجل اوف انسيدنت بتساوي الانجل اوف ريفليكشن، هنا بتساوي زيرو، الزاويه زيرو، لان احنا قلنا الزاويه عباره عن ايه يا جماعه؟ بصوا، بين الشعاع الانسيدنت والايه والنورمال. طب هم فوق بعض، يبقى الانجل هنا زيرو. مين اللي مش فاهم يقول لي؟ انا مبسط العمليه وبشرحها بهدوء وببعت الفيديو يتسمع، في مشكله؟ ها انتوا ساكتين ليه؟ ها؟ تأمين أست طيب، في من ضمن الاسئله، في سؤالين متجاوب عليهم هنا ممكن يجوا لنا برضو، بيجوا في الامتحان كده اهو. وات از مينت باي؟ يقول لك ذا انجل اوف ريفليكشن اوف لايت راي 40 ديجري. 40 ديجري معناها ايه بقى؟ مين ذات الانجل بتوين؟ ما احنا قلنا ادي السطح وادي كده الايه العمود. هو بيقول لي هنا ايه الانجل اوف ريفليكشن؟ ادي يبقى ريفليكشن اهي، دي كده 40. معناه ايه بقى الكلام ده؟ The angle between reflected، ادي reflected اهي، and the line prebendicular، والعمود المقام اهو، اللي هي هتساوي كام؟ 40. دي معناها. والعكس ال angle of incident يبقى معناها كده اهو، ادي العمود كده، ولو دي ال incident والزاويه دي كام؟ 30. يبقى بنقول له معناها ان ال angle between incident ray، incident ray and perpendicular، العمود ده مالها؟ equal 30. ادي سؤال. سؤال في اسئله دي، بصوا معايا، عندي في عندي قدامي مجموعه اسئله اهي، تمام. بعد كده الريفلكشن، الريفراكشن ده اللي بندرسه المره الجايه، لكن دي الاسئله دي انا بعت لكم الملف ولا مش بعته؟ ها؟ انا بعت لكم ملف بي دي اف ولا لا؟ الصراحة لسه ما اعرفش. طب انا هشوف، لو ما بعتوش المهم الاسئله دي مش هحلها دلوقتي، هتبقى واجب، تمام. ويتبقى عندنا المره الجايه بنبدا في دراسه الايه بقى، الريفراكشن. طب هنعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هناخد شيت من شتات كتاب المعاصر نحله مع بعض، يلا بينا كده، وانتوا اللي هتحلوه مش انا، يلا. طب انتوا شايفين دلوقتي؟ ها؟ ايوه يا مستر، اللي هو ورك شيت 6، هو ده اللي ظاهر؟ ايوه ها؟ ايوه يا مستر، تمام، ده الورك شيت. تعالوا بقى كل واحد فينا، يا أخيرا يا سندس، حرام عليك يا سندس، ركزوا معايا شوية. هبدأ بمين فيكم بقى؟ هبدأ بعمر. السؤال بيقول لي كومبليت برضه المره الجايه ان شاء الله، خليكم مع. طب استنى بس، اصبر يا عمر اما اشوف. دخلت يا سندس؟ لا مش سندس ده. انت خرجت ودخلت تاني صح؟ معلش انا بحسب بس انت اللي دخلت، تمام. بصوا معايا، يلا يا عمر، نمبر 1 يا عمر، ها. لحظة، هنا بقول لي ايه؟ هيومن، هيومن، لحظة معايا، كان اصبر ديفرنت. يا عمر، اصبر بس معايا يا عمر، بس خليك معايا شوية، لحظة لحظة يا عمر. نمبر 1 يا عمر، هيومن، اقرا الجملة. هيومن اير كان ديفرنسيات بين ساوند ثرو ديفرنس فاكتور ويتش ار ساوند بيتش ساوند انتنسيتي ساوند كواليتي. الهيومن اير، الودن الانسان، ممكن ديفرنشيت، بتفرق الساوند ثرو ديفرنت فاكتور. ايه هي الفاكتور؟ نمبر 1 ايه؟ هكتبها كده في الواسع هنا، ها، بيتش صح ولا لا؟ وايه كمان؟ انتنستي، authenticity ايوه، quality وايه كمان؟ quality كواليتي. ثلاث حاجات كواليتي. يبقى الانسان بيقدر يفرق بين الاصوات المختلفه عن طريق يا اما البيتش يا انتنستي يا اما كواليتي. يلا يا جنه، ساوند از بروديوسد ديو تو، هو الصوت اللي بيخرج ده بيخرج بسبب ايه؟
بص، لما واحد اساله سؤال ومش عارف يقول عشان غيره ما نضيعش الوقت. ها، انا مش عايز اجاوب، انا عايزكم انتوا تراجعوا معايا. انتوا معايا؟ يلا يا سندس يا جنة. ساوند هي بقى شكلها خرجت جنة. طب قول يا سندس، عارفة سندس؟ نعم. انت عارفة الإجابة ولا مش عارفة؟ لا بقول لي طب جاسر، عارفها يا جاسر؟ ساوند بروديوس ديوتو بسبب، الصوت بيطلع بسبب ايه بقى؟ ها، تقريبا بروبيجيت اوف هي بات كلمة واحدة، هي كلمة واحدة، فايبريشن اوف بودز، فايبريشن اللي هو التردد، لما تخبط الشوكة بتعمل فايبريشن، اهتزاز. انا لما بتكلم ده اهتزاز، يبقى ساوند ديو تو فايبريشن اوف بودز. انت كنت قاعد تقول بروبوجيشن اوف ايه يا اس، ممكن تبقى اجابتك صح. ها، بروبيجيت اوف بارتيكلز. برضو بس هي الافضل فايبريشن او بروبوجيت. برافو، ده بتعرفي ديت يا خلاص سندس. يلا رقم ثلاثة يا سندس. أربعة. هذا بقول لي ساوند ويف ار، هي الساوند ويف ار ايه؟ والله احنا قلناها، وقلناها المره اللي فاتت لما بدانا في اللايت. هو الساوند ده، اسهلها عليك، هو ميكانيكال ولا الكترومagnetic؟ الساوند ويف، لا لازم تذاكر، في امتحانات يا جماعه الاسبوع اللي جاي او اللي بعده. ها، ميكانيكال يا عمر، تعرف تجيبها انت يا عمر؟ ها، رقم ثلاثة يا عمر. ها، ميكانيكا نوب لونجيتيوال هيبقى وفلاي هنا بس مش كومبريشن. لاقي مكان اكتبه، هتبقى كده اهو، ميكانيكال، ميكانيكال لونجيتيودينال، تمام. وبعدين السؤال، بالسز اوف ايه، بتتكون من ايه اللونجيتيودينال دي؟ من حاجتين فاكرين، اللي هي ايه وايه؟ كومبريشن وريفراكشن. برافو عليك، كومبريشن، ايوه، وايه، وفراكشن، تمام. يلا يا عمر، لا ودي هنا ايه، ريري فراكشن. عمر نمبر فور يا عمر، ذا فويس اوف لايون از، lower صوت ال، يبقى لور. برافو، لور بيتش زان ايه، اسبارو، لور، تمام. قول يا عمر، لان هم الباقيين خرجوا يعني، او النت فصل منهم يعني. فريكوانسي اوف، inversity. فريكوانسي اوف ذا فايبريتنج ستيرنج از نمبر 5 ديت يا عمر. ها، ايه قلت لي يا عمر؟ احنا قلنا لو اول ما يقول انفرتي لي، بصوا، اول ما يقول لي بروبوشن، يا اما بنكتب انفيرسالي يا اما دايركت، بس دي لي فريكوانسي والفايبريتنج، يبقى ايه بقى؟ انفيرسالي بروبوشن. جاسر هرمست يلا. ها، musical tone. Musical tone is a sound of not frequency الميكانيكال and تون دي repeated tone. is a sound of ايه بقى؟ frequency. Sound of يوني، ها، يوني ايه؟ يونيفور، uniform uniform يونيفور of regular. And it produced from ايه وايه بقى؟ ممكن مين اللي flute بيطلعها؟ وحاجة تاني. الصوت اللي Flute هو يونيفورم ده، ها، ممكن اقول ايه؟ الفلوت فايولان، الفلوت وفلوت الفلوت اللي هو العود. فلوت، ايوه فلوت، تمام، اللي هو، ها، وايه كمان؟ بيانو. صح. بصوا، كل الالات الموسيقيه بتطلع اللي هو ايه يا جماعه؟ بتطلع ما حتى بقول لك ميوزيكال. واضحه ولا مش واضحه؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده هنا. بقول لي هنا ايه؟ اقرا كده يا عمر، شوف السؤال بيقول ايه كده؟ هو دول سؤالين، يلا يا عمر. ها، if the frequency، دي بس استنى، اصبر عليا، دي مسألة، صح؟ يلا،
سيفر تويل خلي بالنا اهي. The frequency of sound produced from severed twin هو الاول عايز ايه؟ separate استنى بقول لي بص هنا effects. find the number of these. هو القانون بيقول ايه يا عمر؟ القانون تعرف تبلغولي لفريكوانسي القانون هنا الاف بيساوي ايه؟ number of ايوه نمبر cycle per year نمبر اوف ايه؟ time in second cycle نمبر اوف ايه اللي بيساوي ها؟ cycle times a gear over a second time in second نمبر اوف سايكل باي نمبر اوف ها جير اوفر تايم. طيب هو عايز ايه هنا؟ نمبر اوف ايه هو هنا؟ نمبر اوف تيس. يبقى اللي هو يبقى نقول النمبر ده بيساوي ايه؟ مليني بقى بالارقام. تعرف الفريكوانسي بكام؟ الفريكوانسي بكام؟ 1000 1000. وبعدين بتساوي النمبر دي بكام هنا؟ 52 لا نمبر اوف ويل العجل كام؟ 1000 1000 ولا مش مظبوط كده ها؟ لا مش مظبوط 52 لا اسف هي بكام ال دي 250. في النمبر اللي هو عايزها على التايم، التايم اللي هو قد دير ايه؟ فيز خلي بالنا التايم بيقول لي اللي هو كام هنا؟ اللي هو 1 90 بضربها في كام؟ قلنا لازم نحولها لسكند. يبقى النمبر ده بيساوي ايه بقى؟ ها؟ 1000 نحط ده في 1000 ده ديفايد ده، وبالآلة الحاسبة طلعها. انا مش هنقعد نمسك ال، انت فاهمها يعني ولا لا؟ طب فاهمة بس مش معايا العيلة جاسر يا جاسر معايا؟ أيوة مستر يلا a turning fork produced a sound wave of frequency 512 hertz if its wavelength is 65 centimeter calculate the velocity of sound through air in meter الاول قول لي الفيلوسيتي ده بيساوي ايه القانون؟ الفي بتساوي ايه؟ if by الاف wavelength باي الويف in London الويف لينس اللامدا دي تمام. طب الفريكوانسي موجوده ولا مش موجوده؟ موجودة 512 512 ونضربها في كام؟ 665 50 لا 65 مش 65 فين في اسف في 60 ايه 65 بس خلي بالك دي 65 بالايه؟ مش سنتي نحول احنا هنعملها بنشتغل ديفايد بالايه؟ بالميتر. بالسنتيمتر يبقى نحولها بالميتر نقسم على كام؟ على 100 100 تمام. وبالآلة الحاسبة مش هم هتطلع كام؟ وضحت يا جماعة ولا مش واضحة؟ دوت تعتبر شيت على هنكمل يعني كده باقي يعني معانا وقت شوية كده. What is meant by sound beach؟ أي يا عمر؟ ساوند بيتش ساوند بيتش دي حاجات بصوا افهمني في حاجة مهمة يا حافظها يا مش حافظها، في حاجات ما ينفعش افكر فيها. ايه هو؟ طب قول انت يا جاسر، طب عارفها يا عمر الاول؟ قول. طيب اللي هي الايرز ويتش اللي هي distinguish between harsh و sharp برافو عليك distinguish برافو ايوه distinguish between ايه؟ harsh صح كده؟ harsh and ايه؟ sharp. برافو عليك ممتاز. طب انت هنا يلا يا جاسر wavelengths of sound wave equal 3 سنتيمتر wavelength of sound of exercise دي معناها ايه؟ الديستانس ما هي يعني معناها ديستانس ها؟ distance بتاع الكمبيوتر اخيرا between center of successive compression